شاهدا عليكم
السماء منفطر به كان وعده مفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون
وفاكهة.